يعني فعلا مثل ما شفنا بهالتريلر بيعرف عن نفسه عن الفن وبيروت ارت فير لانه حدث سنوي وهو جزء من حياه المدينه، حب المنظمين من خلاله اعاده ما بينتمي الى لبنان المكان الطبيعي اللي هو الثقافه والفنون ودوره الاساسي بنشره بالمنطقه. بيروت ارت فير بنسخته الخامسه بينقل لبنان من كونه وجهه سياحيه الى وجهه فنيه ولاعب اساسي على الساحه الفنيه. اليوم على هامشو ايضا رح يكون ايضا عم نحكي عن بيروت ارت ويك، تفاصيل اكثر عن هالمهرجانين مع رانيا طباره ورانيا حلاوه. اهلا وسهلا فيكم بعيون بيروت. البدايه رانيا طباره ورانيا حلاوه. رانيا، اذا بدنا نحكي يمكن عن بيروت ارت فير، شو الهدف منه لهالاكزيبيشن؟ اهم هدف منه هو وجود بيروت ولبنان على الخارطه الفنيه عالميا وكمان بالمنطقه اللي عنا. نعم. بتعرفي انه ببيروت هي الاساس تبع كل شيء، في تالنتس طبعا، يعني كل شيء تالنتس بيطلع من عنا بيطلع على الخارج. حبينا نجيب كل شيء في لبنانية وحتى اللي موجودين برا نجيبهم على لبنان ونقرر شو في عنا طاقات ممكن بعد نبدع فيها ونطلع فيها للخارج. شو هو هذا المعرض تحديدا؟ يعني لشو بينتمي؟ لاي نوع من الفنون بيروت ارت فير؟ هو فنون متعاصره كونتمبري ارت. اوكي. مبدئيا عندنا 47 جاليري من 14 بلد خارجيه ولبنان. نعم. وعندنا مجزء لثلاث اجزاء، عندنا ديزاين كورنر يلي هي كمان لبنانيه، يلي اللبنانيه كثير مشهورين بالتصميم الفرنتشر، حبينا كمان نجيبهم يلي موجودين برا واللي موجودين بلبنان نرجي شغلهم. وعندنا كمان بيبلوس بانك اوورد يلي هي الفوتوغرافي يلي هيدي لثالث سنه متواجده هلا حاليا، كمان بينعمل معرض لكل فنان رابح معنا، بينعمل معرض بقلب البيبلوس اوورد بانك. وعندنا كمان بانك ماد يلي هي السبورتر تبعنا صار لها 5 سنين يلي هي هالسنه عم بتشجع الجرافيور. مثل ما بنعرف انه الجرافيور هي انترنت من عده سنين موجوده، وهالسنه كل واحد في يعمل هيز اون جرافيور ببيروت ارت فير. طبعا مندوب ما ننسى كمان البي ال سي كون اللي هي عم بتشجع يونغ ديزاينر كيوريتد من شخص من برا انترناشونالي ليشجع الفنانين الديزاينرز بلبنان. اي متى افتتاح يمكن هالمعرض ولا اي متى مستمر؟ الافتتاح 18 سبتمبر الساعه 6 ولا بيبقى معنا المعرض ل 21 سبتمبر. وين راح يكون متواجد المعرض؟ متواجد المعرض بلبيان مثل كل سنه، وهيدي خامس سنه لنا، وان شاء الله متوقعين الكل يجي. هذيك السنه اجينا 18000 زائر، هالسنه متوقعين 25000، وكثير جايين ناس من برا، من لندن، من برازيل، من امريكا. لبنانيين يعني او عم نحكي هون سواح مثلا؟ لا، في سواح وسواح وديزاينرز وارتست وكيوريتور وجورناليست، كلهم جايين ليجوا يحضروا المعرض. طبعا اكيد الارت كولكترز كمان جايين يشاركوا معنا. اكيد يعني هذا بهم يمكن كثير من الفنانين اللي بيجمعوا. اي اهلا وسهلا فيك رانيا حلاوي، يعني كنت هيك حبيت شوي اخذ التفاصيل اكثر عن الارت فير لما المشاهدين يغلطوا من الاثنين. انت يعني مسؤوله عن بيروت ارت ويك، اذا بدنا نقول شو الفرق بينه وبين الارت فير والارت ويك؟ اوكي. هديك السنة فكرنا انه ليه الفن بده يكون محصور بالجاليريز وبالناس اللي بيروحوا على المعرض ليشوفوا الجاليريز. لبنان كل حياته كان هو منشأ الحضارة والثقافة وكل شيء. حبينا السنة الماضية بلشنا بالمشروع انه يكون الفن متاح لكل الناس لينزلوا على بيروت سوق يمشوا ويشوفوا الفن بوجهن. هل هو موجود بالفيترينات تبع البوتيكات، هل موجود بالساحات. وهديك السنة اجينا ريسبونس كتير قوي، يعني شفنا الناس وكيف عم يتفرجوا. وقت عم نحكي يمكن عن هالفنون، نعم. شو بتكون بتضم هالفنون؟ يعني مثلا لوحات، في لوحات، تماثيل انتيك، في انستليشنز، لا بس كله ضمن الفن المعاصر الكونتمبرري ارت اللي عم نحكي عنه. في لوحات، في تماثيل، في انستليشنز، يعني كل الفورمز تبع الفن اللي موجود رح يكون موجود ببيروت ارت ويك. حيكون هيدا وين موجود؟ بيروت ارت ويك ببلش من اوتيل لوبيال، اوتيل لو جراي، سوري، اوكي، داون تاون. اكيد عم نحكي وسط بيروت، عم نحكي بيروت سوق كلها للاخر.
اوكي يعني العالم فيها تتمشى وتتفرج على كل الفنون اللي الموضوع. هلا الافتتاح تبعه هيدا رح يكون قبل الافتتاح تبع بيروت ارت فير بنهار، يعني نهار الاربعاء الساعه 6 قدام اوتيل جراي، وهيدا مفتوح للجميع، مين ما كان فيه يجي ويشاركنا بهالافتتاح، لانه رح نمشي نحن نعمل باركور على كل القطع الفنيه اللي موجوده، رح تكون اللي هي فوق ال 24 قطعه موجوده ومحصوره بضمن هيدي المنطقه اللي هي من اوتيل جراي على بيروت سوق. الناس فيهم يشاركونا، يمشوا معنا، يتفرجوا على التحف الفنيه. هل في فنانين يعني معاصرين مهمين مشاركين او بس ان اسماء جديده يمكن؟ لا اكيد في عنا فنانين معاصرين لبنانيه مهمين واجانب حتى قدموا الارت ورك تبعهم لحتى يكون بارت اوف ذس، يعني شقفه من هالاربن ارت اللي عم نحكيه انه الفن متاح للجميع. مدام رانيا، اذا واحد مثلا عجبه شيء من هالموجودين ممكن انه يقدر يشتري او هيدا بس للعرض يعني ما بيقدر اليوم؟ هيدا للعرض بس اكيد، بس فيه اكيد بتعرفي في كثير عالم بتحب انه الفن اللوحه مزبوط. يمكن تعجبه، يمكن حابب يشتريها يروح فيها على البيت. لا هيدا بيصير الشري ببيروت ارت فير. اوكي. بس ببيروت ارت ويك فيه يقرا عن اسم الارتست ويتصل فيه ديركت ويشوف شو عنده الارتست غير اشياء يعني موجودة. اذا بدنا نحكي يمكن عن الهدفين الاساسي يمكن لبيروت ارت فير وبيروت ارت ويك، فينا نقول انه يمكن الهدف مشترك هو الفن واكيد يمكن الترويج السياحي للبنان، ويمكن دعوه كل العالم من الخارج ليجوا لهيك معارض. طبعا لانه الفن هو اللي بيجمع الكل وهو بيشجع الكل. بالفن الشغله الوحيده يلي ما فيها سياسه وما فيها يعني الهدف كومن، وبعدين هذا هيدي سياحه بحد ذاتها لنشجع كل العالم يلي اكسبات ويلي غير مش اكسبات يجوا على لبنان ويشوفوا شو عنا مواهب لوكل وعالميه. اذا بدنا نحكي يمكن عن بيروت ارت فير، هل هو مثلا الدخول الى هالمعرض مجاني؟ طبعا، لانه نحن الفن ما بنعتبره ابدا، هو اكيد مجاني للكل، واي شخص بيقدر يفوت ويتفرج ويتفاعل مع الفن الموجود، وهي بالنتيجه ثقافه للجميع. هل ممكن هونيك مثلا يتم الشراء اذا واحد عجبه شيء؟ وشو مين الفنانين يمكن اللي عارضين ببيروت ارت؟ في عده فنانين، نحن بالاساس عندنا عده جاليريز مشاركين، وحسب كل جاليري شو نقت فنانين، بس عندنا كثير فنانين عالميا ولوكل بقى. ما فينا نسمي اسم مش اسم لانه اتس انفير، عندنا 1500 عمل، يعني ما بنقدر نسمي فنان وغير فنان، بس في كل الفنانين موجودين من برا ومن هون. في اسامي يمكن مهمه من الفنانين اللي طبعا اكيد بس مش حقدر اللي بنقول اساميهم هيك أكيد. اسمهم رنان يمكن بيكون عند المشاهدين، الاسامي الرنانه على طول موجوده معنا لانها بتحب تشجع، وفي اسامي جديده كثير موجوده كمان بقى، ما فينا نسمي اسم عن اسم لانه فينا نسمي اسم ما بدنا ننسى حدا. لا لا يعني اكيد اكيد. على كل عندنا مجموعه صور محضرين اياهم يمكن من السنه الماضيه، مظبوط، من السنه كمان، من هالسنه كمان، من هالسنه هدول اللي مشاركين معنا السنه. ايه بنشوفهم وهيك ساعتها بنشرح اكثر عن المعرض اكثر. هيدي بالارت فير او بالارت ويك؟ يعني هدول ارت فير. اوكي. هيدي يعني فوتوغراف فوتوغرافي برينتد، هيدي اويل اون كانفاس. اوكي. انا ما عم بقدر اقرا عن هيدا. هيدي لوحه فنيه. اوكي. مرسومه رسم. اوكي. لفنان لبناني لفنان اجنبي؟ هلا التايتلز كلهم موجودين، هلا ما بقدر كل الفنانين بس كلهم. هيدي ميكست ميديا بسموها بعالم الفن. ايه يمكن رانيا ميكست ميديا صح؟ هون هون ارت اون 56 كمان مشاركه معنا، مع كمان ميكست ميديا. نعم. هون كلنا عم نحكي هون فنانين لبنانيين اللي كمان اكيد كثير. اوكي. اذا انترناشونال هي قدرت تقري هذا برجيز ديزاينرز؟ لا عم حاول. هيدي هالة حبيب، هيدي هالة حبيب، هو ديزاين، ديزاين هي برجيز، اتس ديزاين كورنر اللي كبرناها هالسنه مثل ما قلت انه فوتنا فنانين اكسترا لنقدر الناس تعرف قد ايه عنا
ديزاينرز موجودين بلبنان. اصلا هول الديزاينز عم تشوفيهم انه كثير مرغوبين، يمكن صاروا من الناس بتحسي انه العالم القصص يمكن القديمه بيرجعوا بيجددوها او حتى الجديده بيعملوها معاصره هيك بتلاقي صار الديزاين له شق كثير كبير، صار اكسكلوزيف، يعني ما بقى يعني حاحكي انه ما بقى البرديه تربق مع الكنبه، انه صار كل قطعه لها قيمتها ولها وجودها، مثل البينتينج، مثل السكالتشر، مثل اخذ مكان كثير مهم بعالمنا هلا. رانيا حلاوي، يمكن اذا بتشرحي لنا اكثر يمكن عن الصور. لا انا ما في اشرح لك، انا لاني نزلتهم للصور عشان هيك شفتهم قبل. اوكي. هلا انا بشرح لك، في مثل ما حكينا قبل في ديفرنت، يعني الفن متنوع. طلعي على هاي مثلا، الفن كثير متنوع، من ميكست ميديا لا اويل بينتينج لا فوتوغرافي، هيدي كانها معموله من خشب، هيدي ديزاين، هذا ديزاين مثلا، مثل شغلات اسمها انستاليشن هلا بالارت. كمان في عندنا الفيديو بوكس، عندنا فيديو بوكس جاي سليك شميت اسمه، اللي هو كثير مشهور الماني، وعامل فيديو بوكس وجايب كذا فيلم من كذا فنان عربي واجنبي ليعرضهم، يعني كل فيلم بكون منه طويل شيء 3 دقائق او هيك، بس في بتفوتي على الفيديو بوكس بتتفرجي على الافلام، يعني كل الفن عم نتعاطى مع كل الفن. اوكي. اذا بدنا نحكي يمكن شوي، بتعرفي الفن لا يتمن ابدا رانيا، ولكن يعني دائما الفن بقولوا عنه كثير غالي، اليوم بدك تشتري لوحه بيكون حقها الوف الدولارات، او بدك تشتري حتى مثل ما قلتي شيء انستليشن او تابوريز او تحفه او سكالتشر وغيرها. انا بفتكر وغيرها. الفن افوردبل، يعني هون مثلا اسعار افوردبل للعالم او لا، انه عم تحكي بمتناول الجميع. في عندك من ال 200 دولار لل 200,000، يعني في كل الاسعار حسب كل شخص قد ايه فيه وقد ايه بحب القطعه ليقدر يشتريها. في ناس يمكن يدانا يشتروا قطعه لانه حابين يكون موجوده عنه، بيرجع كمان نفسي مثل الجولري، يعني صح. اذا بدك قطعه جولري في اسعار موجوده من ال 200 لل 200,000 واكثر، حسب كل شخص قد ايه فيه يدفع، وبعدين حسب حبه للفن اللي حبه، يعني القطعه اللي شافها والتحفه اللي شافها. لكن مع الوضع شوي الاقتصادي والسياسي اللي موجود شوي بالبلد، ولا عم تتاثروا بهذا الشيء او لا؟ يعني بتلاقي الكاستمرز والزبونات بعدها موجوده. مزبوط. بفتكر الفن هو نوع من الهروب من الوضع اللي نحن عايشينه، وهذا الشيء عم بشجعهم اكثر، يعني عم بفضل الشخص تو انفست بقطعه فنيه اكثر ما تو انفست ب اي على كل إن رانيا، يمكن رانيا ورانيا، يعني عم نضيعكم عليه. مثل ما ذكرت يعني القطعه الفنيه قيمتها يمكن كمان بتبقى فيها. أكيد. في عالم تستثمر بالقطعه الفنيه. أكيد. وبالقطعه أكيد. الفنيه اللي بتكون باهظه الثمن كثير، اذا اسم معروف او حدا يمكن ينشهر بعد 10 سنين. هاي الفكره، انه الناس اليوم صاروا يعرفوا مين الفنان يلي عنده مستقبل، سو بيشتروا له لوحاته، وهيدي قطعه فنيه بتكون استثمار لإله. يعني كمان صارت الفن للهواة الفن صار نوع من الاستثمار. كمان وصار في كمان سوري لا صار في كمان جنريشن موجوده يلي هي عم تشتغل هلا، يلي على بين ال 25 وال 40 سنه، عم بيحطوا انفستمنت بالفن، لانه المستقبل للفن، يعني بطل الفن لكجري. ايه. صار نسيسيتي. سابقا كان لكجري، هلا يمكن صار نسيسيتي وصار موجود بكل بيوت العالم. تقريبا، يعني ما في حدا ما عنده لوحه ببيته، اما ما عنده فوتوغرافي ببيته، اما ما عنده ديزاين تيبل ببيته، صاروا عم يفوتوا اكثر وعم بيتفهموا شو المستقبل صار، وين الانفستمنت عم بيصير. صار عندنا كثير جروب كثير كبير
من اليونغ ارت كولكتورز يلي ار انفستينج ان ارت. رانيا حلاوي، يعني هيك كنت عم فكر انه هالارت ويك اللي معموله بين منحد اوتيل لو جراي ووصولا الى اسواق بيروت، يعني وما بعد اسواق بيروت، كيف يعني يمكن حيكون في، ما بعرف، سكيورتي امن على هالقصص الفنيه؟ لانه بتعرفي يعني هدول قطع اول شيء قيمتها المعنويه هي اهم شيء، بيرجع غير انه قيمتها الماديه. اكيد، بس اللي استغربني هديك السنه واللي حبيناه كثير انه الناس مقدرين الفن، يعني ما شفنا حدا، يعني حدا عربي